الجميلة إنجي علي. ازيك يا إنجي؟ الو، مساء الخير. مساء مساء الخير النور. عليكم، ازيكم؟ وسلامي طبعا لكل زمايلي في صدى البلد. انا النهارده الصبح كنت نازله عندي شغل وبحضر للحلقه بتاعتي على برنامج نجوم اف ام كل خميس، برنامج اسرار النجوم. وبالفعل كان عندي ضيف بكره وكنت مظبطه كل حاجه. خبر استاذ محمود وجعني جدا زي ما وجع كل مصر وكل الوطن العربي، لان هو مسيره فنيه طويله جدا وثريه جدا طبعا. وقدم اعمال هتفضل محصوره في تاريخنا الفن المصري الى الابد. صح. الراجل ده عمل رومانسيات رائعه للسينما المصريه، نفتكر منها اسطوري رحله النسيان، غير الخيط الرفيع، غير دوره الصغير جدا جدا في شيء من الخوف مع المخرج حسين كمال. طبعا انا بحبه جدا، وطبعا زوجته انا بعزيها وبعزي ابنه وبعزي بنته جدا جدا على رحيل واحد من اهم اعمده هذه الصناعه في مصر في الوطن العربي كله. فانا النهارده طبعا زي ما قلت كنت نازله شغلي، بكره عندي حلقه. اما جيت هنا للشغل اتفقنا كلنا كاداره القناه ان بكره هيكون في حلقه على الهواء خاصه عن النجم محمود ياسين، ولغينا كل حاجه، الخريطه كلها اتلخبطت طبعا، لان ده محمود ياسين، ده محمود ياسين. صح. الاسم ده اسم كبير يكفي جدا. هو تاريخ يعني لوحده يعني على فكره هو مش محتاج القاب جنبه، ده محمود. صح. ياسين ده حتى ما تيجي تقعد تتكلم مع صحابه ايه ده مش عارف ده حاجه لمحمود ياسين، مش انت مش فاكر اسم الفيلم ده فيلم بتاع محمود ياسين. فمحمود ياسين هو علامه مهمه جدا طبعا. جدا جدا. فانا وكان قد ايه محترم وكان قد ايه مخلص، كان قد ايه مخلص لاخر يوم في حياته، لما هو كان المفروض ان هو كان هيعمل المسلسل مع الزعيم وحس ان هو ممكن ما يقدرش ان هو يدي، بعد في هدوء وفي صمت. هو من الفنانين الكبار المحترمين جدا جدا جدا. انجي يمكن انا بحزن لما بنفقد كل يوم طبعاً. قامه كبيره بجد، لان مهما كنا مكملين، مهما كنا مستمرين، مهما كان النهارده عندنا فنانين كتير قوي صغارين كويسين، هم بيكملوا مسيره الكبار دول. الكبار دول هم اللي فرشوا الطريق ليهم بجد يعني. صح. فانا ما بروح اغطي اي مهرجان، انت جايه من بلد عادل امام، جايه من بلد محمود ياسين، يعني انت بتتعرف بفنك قد ايه، الفن والثقافه دول من اهم برموزك اللي عندك، بتاريخك بالزبط. الفني اللي موجود. انجي معلش انا يمكن انت اكتر مننا في طبعا في الوسط الاعلامي، قريبه جدا من معظم الفنانين على الساحه الفنيه. كلمينا كده يمكن عن بعض الحاجات اللي ممكن ما نعرفهاش عن الفنان الراحل محمود ياسين، وعن قربك مثلا من الاستاذ عمرو او رانيا محمود ياسين او الفنانه شهيره. بص، الفنانه شهيره انا بحبها جدا جدا جدا، وكنت دايما مثلا يعني ما كان اي حد كبير كان بيتوفى كنت بحب قوي اقعد اسمع كلامها، لان كانت هي عارفاهم كويس قوي من زمان، وكانت الناس دي كلها بتتجمع في بيتهم وكان دايما هو بيجمع الناس دي. عمرو محمود ياسين كان عامل مسلسل رائع في رمضان اسمه ونحب تاني ليه، عملت معاه مداخله مش هنسى كلامه ليا، اللي كان وقتها وقت الكورونا كانت جامده جدا جدا، فكنت عامله برنامج اسمه فنان من البيت. فكنا بنتكلم من خلال الزوم، ما كانش موجود قدامي، كان موجود هو في بيته وانا في الاستوديو، وكان الانترفيو كله وصوره الاستاذ العظيم محمود ياسين وراه. فانا بساله عن المسلسل وبساله عن شغله وكده، وبعدين بقول له يعني انا مش قادره افوت منظر الصوره وراك. قال لي علشان دايما هو في ظهري، عشان دايما لازم اقدم حاجات محترمه عشان انا ابن الراجل ده. قال لي انا ما اقدرش ابدا ما اشتغلش والراجل ده في ظهري. فمش قادره انسى كلام عمرو ليا، عمرو محمود ياسين. بحبه جدا وبعزيه جدا جدا جدا. رانيا حبيبتي كانت اما كان بيطلع اشاعات سخيفه طول الوقت كانت بتتضايق وبتتعصب، وده طبعًا كان حقها طبعا أي حد. جدا طبعًا. يعني معلش انا مع احترامي الشد النهارده حصل اللي حصل وكلنا رايحين بس بالدور النهارده، بعد اللي حصل ده كله اللي كانوا بيطلعوا الاشاعات واللي كانوا بيقولوا كلام مش حقيقي، ايه شعورهم النهارده؟ ايه احساسهم النهارده؟ قد ايه هم صغيرين ورخاص بجد؟
عيب ان احنا نتكلم بالطريقه دي على قناه. انجي مش كتيرة. اول اشاعه تطلع على الفنان محمود ياسين، كانت اشاعات كتيره جدا طلعت على الفنانه رجاء الجداوي الله يرحمها، وكانت كل الفنانين بيتاثروا جدا. يعني انتوا ازاي يعني بتعملوا كده او بتقولوا كده؟ انت عمرك وحياتك كلها للفن، وفي الاخر بتيجي شويه ناس معلش مع احتفاحه صفراء رعاع معرفش تسموهم ايه، بس بجد ناس يعني شيء بجد. دي مصر، احنا مش المفروض نتكلم بالطريقه دي. عيب عيب، احنا مش كده. احنا النهارده مصر مشروخه لرحيل محمود ياسين، واتشرخت لرحيل محمود عبد العزيز والاحمد زكي. احنا بنفقد اعمده مهمه من قامات كبيره طبعا ال 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 الثقافه في بلدنا. واحنا على فكره احنا هوليوود الشرق، احنا كل الناس عارفانا من خلال فننا. فما بنفقد عمود مهم محمود ياسين.